علبة العجائب. الفصل الثاني. الثلاثاء يوم مشؤوم بالنسبة لتلاميذ المسيد، يسرق في فمي مذاقا من المرارة. كانت كل أيام الثلاثاء لها لون الرماد بالنسبة لي. كان الجو باردا، كانت ليلتي قد امتلأت بالكوابيس، كانت نساء شعثاوات تهددنني بفقع عيني، كنا يمطرني بأبشع الشتائم. أحيانا كانت واحدة تلقي بي من النافذة وأسقط في الفراغ ببطء. كنت أصرخ، حطت يد ناعمة جدا على جبيني. في الصباح ذهبت إلى المسيد كما هي عادتي. كانت للفقيه نظرته المألوفة ككل أيام الثلاثاء، لم تكن عيناه نفيذتين لأية شفقة. تناولت لوحي وبدأت بتلاوة الآيتين أو الثلاثة التي كانت مكتوبة فيه. في سن السادسة كان لدي وعي مسبق بقساوة العالم وبضعفي. كنت أعرف الخوف، كنت أعرف الألم البدني الذي تسببه عصا الصفرجل. كان جسمي الصغير يرتجف داخل ملابسي الخفيفة جدا. كنت أعتبر مسبقا المساء كوقت مخصص للمراجعة. كان يجب علي حسب العادة أن أتلو بعض الأحساب من القرآن التي حافظتها منذ بداية الموسم الدراسي. في وقت الغداء أشار المعلم إلي بالرحيل. علقت لوحي، لبست بلغتي التي كانت تنتظرني عند باب المسيد وعبرت الشارع. استقبلتني أمي ببرودة، كانت تعاني من شقيقة فظيعة. لتسكين الألم كان صدغاها مغطيين بدوائر من ورق أزرق مطليين بوفرة بصمغ الدقيق. كان الغداء مرتجلا وبدأ المرجل يصفر بصوت ضعيف على الموقد. أتت لزيارتنا للا عيشة، جارة قديمة استقبلتها أمي وهي تشتكي من آلامها المادية والمعنوية. كانت تتكلم بصوت النقاهة الضعيف تطيل في وصف ذلك الجزء من الجسم. تمسك بعنف رأسها المحزوم بمنديل بكلتا يديها. تملقتها للا عيشة بمختلف أنواع النصائح. وصفت لها فقيها، كانت تعويذاته تحدث المعجزات، لكنه كان يقع في منطقة نائية. كنت أجلس في ركني بخجل وصمت. لاحظت الزائرة امتقاع وجهي. سألت: ما به ابنك؟ وأجابت أمي: إن عيون الناس سيئة جدا. أطفأت نظرة الحساد بريق هذا الوجه الذي كان يشبه باقة الورود. هل تذكرين خديه اللذين كانا بلون القرمز؟ وعينيه ذوات الرموش الطويلة السوداء كأجنحة الغراب. حسبي الله، سيكون انتقامه رهيبا. قالت للا عيشة: أستطيع أن أعطيك نصيحة، لنذهب ثلاثتنا إلى سيدي علي بوغالب هذا العصر. لن يستطيع هذا الطفل الذهاب إلى المسيد. إن جعلته يشرب ماء المزار سيستعيد بهجته وقوته. كانت أمي لا تزال مترددة. لإقناعها تكلمت للا عيشة مطورا عن آلام مفاصلها، عن ساقيها اللتين لم تعودا تستجيبان لها، عن يديها الثقيلتين كالرصاص، عن الصعوبات التي تواجهها عندما تتقلب في فراشها، وعن ليالي الأرق التي قضتها وهي تئن مثل أيوب على فراشه. بفضل سيدي علي بوغالب سيد الأطباء والفقهاء اختفت أوجاعها. للا زبيدة، إن الله هو الذي أرسلني لأنجدك، لأدلك على طريق الشفاء. أنا أحبك أنت وابنك. لن أجد لذة في الطعام ولا في الشراب إن أنا تخليت عنك في عذابك. وعدت أمي بزيارة سيدي علي بوغالب وباصطحاب إليه عصر ذلك اليوم نفسه. تنفست للا عيشة السعداء. بقيت المرأتان يتحدثان لمدة طويلة بعد ذلك. صعدت أمي إلى السطح، عادت معها باقة من النباتات العطرة التي كانت تزرعها في أصص مشقوقة وطناجر من الميناء. عطرت شيها بعشبة رعي الحمام والقصعين. اقترحت على للا عيشة غصنا صغيرا من الأفسنتين لتضعه في كأسها. رفضت بأدب، قالت بأن هذا الشاي كان لذيذا بما فيه الكفاية. وضعت في كأسي كل أنواع الأعشاب العطرة، تركته يتشبع بها لمدة طويلة. أصبح شاي مرا، ولكن كنت أعلم أن هذا المشروب يريح إسهالاتي المتكررة. نهضت أمي لتستعد، غيرت قميصها ومنصوريتها، بحثت في قاع الصندوق عن حزام قديم وطرز بلون أخضر باهت. وجدت قطعة قماش بيضاء تستعملها كحجاب، لفت نفسها بشكل لائق بحيكها الحديث الغسيل. لقد كان يوما عظيما في الحقيقة. لبست جلبابي الأبيض بدل القديم الذي أرتديه كل يوم، جلباب رمادي صعب الوصف، ملطخ ببقع الحبر ودوائر الدسم. عانت للا عيشة الأمرين في النهوض من الفراش الذي كانت ترقد عليه. بقيت لدي ذكرى حية عن هذه المرأة.
التي كان لها عرض يفوق طولها، رأس لصيق بجذعها، ذراعان قصيرتان تتحركان باستمرار. كان وجهها الأملس والدائري يبعث في نوعا من الاشمئزاز. لم أكن أحب أن تقبلني. عندما كانت تأتي لزيارتنا كانت أمي تجبرني على تقبيل يدها، لأنها كانت شريفة بنة الرسول، لأنها امتلكت الثروة وحافظت على وقارها رغم تقلبات القدر. كانت أمي تتشرف بمعرفة لالة عيشة. أخيرا توجه الجميع إلى الدرج، ثم بلغنا الشارع بعد قليل. كانت المرأتان تمشيان بخطى صغيرة تقتربان من بعضهما أحيانا لتتهامسا حول انطباعيهما. في المنزل كانتا تزلزلان الجدران بقول أدنى التفاهات بقدر ما كانت حبالهما الصوتية عن الأمرين في البيت. كانتا تسبحان في الشارع صامتتين ولبقتين بلطف. أحيانا كنت أتجاوزهما، لكنهما كانتا تلحقان بي كل ثلاثة خطوات لتزوداني بنصائح عن الحذر وتوصيات. لم يكن يجب علي أن أحتك بالجدران، كانت الجدران متسخة جدا، وكنت أرتدي الجلباب الأبيض الرائع. كان يجب علي أن أمسح أنفي دائما بمنديل الجميل المطرز الذي كان معلقا في عنقي. كان يجب علي الابتعاد عن الحمير كذلك، لا يجب أن أتواجد وراءهم لأنهم يمكن أن يرفسوا، ولا أمامهم لأنهم يستمتعون بأكل الأطفال الصغار. كانت أمي تقول لي أعطني يدك، وبعد خمسة خطوات امشي أمامي، إن يدك متعرقة جدا. كنت أستعيد حريتي ولكن لوقت قصير. اقترحت للا عيشة أن ترشدني في الازدحام. كانت تمشي ببطء وتتخذ مساحة كبيرة. كان الازدحام يتكون سريعا. كان المارة يلقون علينا كل أنواع الملاحظات البغيضة، ولكن سرعان ما يهبون لنجدتنا. كانت أذرع مجهولة ترفعني من الأرض تمررني من فوق الرؤوس، وكنت أجد نفسي أخيرا في مساحة فارغة. كنت أنتظر مدة لا بأس بها قبل أن أرى الحايكين الناصعين وهما يظهران من بين الحشد. كان هذا المشهد يتكرر عدة مرات خلال هذه الرحلة. عبرنا شوارع بلا اسم ولا شكل خاص. كنت منتبها لنصائح مرشدتي. كنت أجتهد لأبتعد عن الحمير. كنت أتعثر بركب المارة باستمرار. كلما كنت أجتنب حاجزا كان يظهر آخر. وصلنا أخيرا إلى المقبرة التي تمتد على مدخل سيدي علي بوغالب. بادرت بخطوة مرح خجولة. كانت القبور المغطاة بالأذريون تحمر تحت ضوء الشمس. كان الباعة يقفون وراء أهرام البرتقال خاصتهم. كان يسمع صوت دف وغن شعبي وجرس بائع الماء. في مكان ضيق كان قرويون يبيعون خشب للغسيل، مجامر من الطين، وأطباق لطهي الحلويات. كانت صينيات بائعي السكاكر تجذب انتباهي. كانت تعرض ديكة وكتاكيت من سكر أصفر مزينة بخطوط وردية، أباريق شاي شفافة، بلاغي صغيرة، ومنافيخ. كانت هذه الأشياء الرائعة تذكرني بعلبة العجائب خاصتي. لقد أهداني أبي مثلها في بعض الأحيان، لكنها كانت تتفتت قبل الوصول إلى المنزل وتصبح ببساطة رمادية ومغبرة لا تستحق أن توضع مع كنوزي. كانت تبدو جميلة هناك تحت أشعة الشمس في ضجة الحشد. كان سقف القرميد الأخضر الذي يغطي الضريح ينبسط في سماء زرقاء كانت تلهو فيها سحب بيضاء ووردية بأشكال متغيرة. على درجات المدخل الرئيسي كانت هناك نساء تجلسن على الأرض وتتحدثن مع بعضهن البعض. كنا يمضغن علكة معطرة وراء حجابهن ينادين على أطفالهن الذين يلعبون في التراب. كنا يتزاحمن ليتركن لنا ممرا ضيقا. سرعان ما وجدنا أنفسنا في ساحة بدت لي واسعة جدا. كانت توجد في الوسط أربعة خوابي مليئة بالماء. وجدت أمي غرافا وسقتني. سكبت قليلا من السائل في قعر يدها. مررت يدها على وجهي، عيني، مفاصل يداي وكاحلاي أثناء قيامها بهذا الطقس. كانت تتمتم بصلوات ودعوات غريبة. كانت توصيني بأن أبقى هادئا. كانت تذكر للا عيشة بهذا الانقلاب أو ذاك خلال رحلتنا. كنت أتحمل كل ذلك بصبر المعتاد. كنت ألوي عنقي لأشاهد حشدا من القطط الذين كانوا يصدرون ضجيجا مزعجا داخل هذا المعبد الغريب. كانت توجد الزاوية في آخر تلك الساحة من كل جانب في غرفة مربعة كان نعش الولي موضوعا فيها. كان هناك بابان يقودان إلى غرف الحجاج، أناس قدموا من بعيد ليتخلصوا من شرورهم. كانوا يعيشون هناك مع أطفالهم منتظرين الشفاء. عند وقوفهما أمام النعش بدأت أمي وللا عيشة بالاستنجاد بالولي بأصوات مرتفعة. كانت كل واحدة تتجاهل كلام الأخرى.
كانت كل واحدة تحكي له عن مآسيها الصغيرة، تضرب بيد مبسوطة خشب النعش، تئن، تتوسل، تؤنب أعداءها. كانت الأصوات ترتفع والأيدي تضرب النعش بطاقة وشغف أكبرين. كان هذيان مقدس قد تمكن من المرأتين، كانتا تحصيان كل شرورهما، تظهران ضعفهما، تطلبان الحماية، تطالبان بالانتقام، تعترفان بذنوبهما، تقران برحمة الله وبقوة سيدي علي بوغالب، وتلتمسان شفقته. توقفتا أخيرا بعد أن أنهكهما ورعوهما. أتت حارسة الضريح لتثني على تقواهما وتضم صلواتها إلى خاصتهما. قالت في الختام: أمنياتكما ستتحقق ورغباتكما ستنفذ، إن الله كريم، يسكن الآلام ويدمض جميع الجروح، تبلغ طيبته جميع المخلوقات، أليست علامة على طيبته؟ إرساله لنا رسلا ليصرفونا عن طريق الشر ويهدونا إلى طريق الجنة؟ إنه نتيجة لكرمه إرساله لنا بواسطة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلامه الجليل الذي يعلمنا الفضائل الأساسية: الصدقة، بر الوالدين، الإحسان إلى جميع المخلوقات. أولئك الذين قاموا بهذه الفضائل على أكمل وجه يصبحون أولياء الله ويشفعون لنا. يعتبر سيدي علي بوغالب من الوقر، لقد كان يحب جميع الكائنات وبالخصوص القطط. لدينا حاليا أكثر من 50 واحدة منها، نحضرها مريضة جرباء وهزيلة، يكفي قليل من الوقت لتستعيد صحتها وفرحها، يجب علينا إطعامها ومعالجتها لنسعد الولي. كانت أمي تبحث في ملابسها، ثم ما لبثت أن أخرجت منديلا به عقدة كبيرة، فكته ببطء بالاستعانة بثنياتها عدة مرات. همست للعيش بجملة غامضة في أذنها. هزت أمي رأسها وأعطت للمقدمة قطعتين من فئة فرنك واحد مصحوبتين بهذا التفسير: هذا من أجلي ومن أجل الشريفة التي ترافقني. فتحت الحارسة كلتا يديها، استلمت الهبة وباشرت ابتهالا طويلا. جاءت نساء لكي تنعمن بهذا السد الروحي الذي يثلج القلوب. تسللت خارج حشد النساء هذا ببطء لكي أذهب وأداعب قطا كبيرا ممددا بشكل كامل أمام الحائط. نظر إلي بعينيه الصفراوتين، خرخر، ثم أعطاني ضربة مخلب صارمة. تدفق الدم، بدأت يدي تؤلمني بشكل فظيع. أطلقت صرخة. أسرعت أمي شديدة القلق، دافعة جاراتها، متعثرة بحيكها الذي كان يجر في الأرض. كانت الإصابة تؤلمني وكنت أصرخ باستمرار. كانت النساء تطرحن أسئلة، تتأسفن، تمنحنني برتقالة لمواساتي، تنادينني بوردتهن الصغيرة، باقة الياسمين خاصتهن، جبنتهن الصغيرة البيضاء، دون أن تهدئنني إطلاقا. كانت تلك الدوامة من الوجوه تشعرني بالدوار. كنت أنتحب لتشقق روحي. حطت يد مبللة على وجهي، جففت فوطة دموعي وسيلان أنفي. أوقفت برودة هذه اليد دموعي، لكن لم أتوقف عن الفواق طوال طريق العودة. أنامتني أمي إبان وصولنا إلى البيت. كان أبي دائما أول المستيقظين. لم أكن أرى بوضوح خياله مع أول خيوط الفجر وهو يتحرك ببطء. كان يلف حول الكلي خاصته حبلا من شعر الماعز طوله عدة أذرع، كان يستعمله كحزام، لهذا كان يدور حول نفسه، يرفع ساقا ليمرر الحبل ويرفع الأخرى بالتناوب، يقوم بحركات واسعة بذراعيه، ثم ينتقل بعد ذلك لتنسيق عمامته، يلبس جلبابه ويخرج في هدوء. كانت أمي ما تزال نائمة. هذا الصباح سمعت أبي يهمس لها: لا ترسليه إلى المسجد، يبدو متعبا جدا. وافقت أمي وغطست تحت أغطيتها مجددا. كان جميع من في المنزل ما يزالون نائمين. جاء دورياني وحطا على جدار الفناء. كنت أسمعهما يقفزان من مكان لآخر ضاربين الهواء بأجنحتهما القصيرة. كانا يتكلمان بشغف وكنت أفهم لغتهما. كان حوارا محتدما. قالا هذا بثقة: أحب التين المجفف. لماذا تحب التين المجفف؟ يحب الجميع التين المجفف. أجل أجل أجل، يحب الجميع التين المجفف، التين المجفف، التين المجفف، التين المجفف. حفت الأجنحة. رحل الدوريان ليكملا حديثهما على سطوح أخرى. كنت أفهم لغة الطيور وحيوانات أخرى أيضا، ولكنها لم تكن تعلم بذلك وكانت تفر عند اقترابي منها. كنت أحزن كثيرا لذلك.
خشخش الدلاء مصطدمة في الفناء. كانت الشواف أول من يستيقظ، وكان ذلك أفضل. كانت ظلمة الليل لا تزال موجودة في مثل هذا الوقت حول النافورة والبئر، في المراحيض وفي المشعر الكبير الذي كان يتناوب عليه الجميع من أجل الاغتسال. كانت الشوافة تعرف الكلمات الفعالة التي تجعل هذه الظلال وديعة. مساء كل خميس كانت تحرق بخورا ترش الزوايا بمياه زكية الرائحة وتنطق بتعاويذ طويلة. صفق باب، زينب ابنة رحمة بدأت تئن. كفأتها أمها بصفعة مدوية وأمطرتها بوابل من الشتائم. في سنك ألا تخجلين من تبليل فراشك كل ليلة تقريبا؟ يجب أن أرمي بك في زريبة بدل أن أحضر لك بطانيتك كل يوم. قاطعتها الشوافة، فليكن صباحك سعيدا يا رحمة، فليكن يومك مشمسا للا. كيف حالك هذا الصباح؟ أشكر الله، لقد فرض علي عقوبة رهيبة في اليوم الذي أعطاني فيه هذه البوالة المشؤومة. أشكره على نعمه التي لا تحصى، أشكره في السراء والضراء، فليبعد عنك جميع الأحزان. كوني صبورة، ستتعافى هذه الفتاة، ستكون السلواك في عالم الشقاء هذا. فليسمع منك الله للا، فليدر بركاته عليك وعلى من تعزين بدون حساب. تقلبت أمي في فراشها، سعلت، تنهدت، ثم جلست في الأخير. نهضت وفتحت النافذة. أصابت الشمس عيناي وآلمتني. سمعت صوت فتح مصراعي نافذة فاطمة بزوية بصوت ناعس. بدأت أمي سلسلة تحياتها المألوفة التي تخاطب بها جارتها المقابلة كل صباح. تمنت لها هذه نهارا سعيدا بالطريقة المعتادة. لم تكن أي واحدة تسمع كلام الأخرى، كل واحدة كانت تتلو كلامها المنمق بشكل رتيب يخلو من الحيوية أو الحماسة. كانت تطرحان أسئلة ولكن تعرفان الأجوبة مسبقا. منذ 3 سنوات ونحن نسكن معا، لقد رددتا نفس الجمل كل صباح. أحيانا كانتا تغيران كلمة واحدة تلمحان إلى بعض الأحداث الأخيرة، لكن مثل هذه الحالات كانت نادرة جدا. سألت أمي بلا مبالاة، كيف حالك هذا الصباح؟ ألا يؤلمك رأسك كثيرا؟ هل نمت جيدا؟ ختمت بي، إن الصحة شيء أساسي يا أختي، لا يمكن لشيء تعويضها. أضافت في ذلك اليوم، إن ابني ليس على ما يرامي اليوم، فليبعد الله عنك وعن من تعزين كل سوء، ويفقأ عين كل من يحسدوننا. سمع صوت الشوافة وهو يرتفع من الطابق السفلي، للا زبيدة، فليكن صباحك مباركا، وليبعد الله عنك كل سوء، وليحفظك أنت وأحبابك في صحة ممتازة. أجابت أمي، فليكن يومك منيرا ومليئا بالبركات. كيف حالك هذا الصباح؟ فليسهر الله على سعادتك أنت وكل من تحبين. تابعت الشوافة، لا تقلقي على ابنك، يسهر أولياء الله على صحته، لديه حوات في العالم المرئي وفي العالم اللامرئي. أعلم أنه عزيز على القوى المباركة، عندما يصبح رجلا سيكون سيفا بين السيوف، محاربا لا يقهر، خلية نحل مطلوبة لمذاقها ولعبيرها. قالت أمي وهي متحمسة، لالا، يقطر من فمك السمن والعسل وتعطر رائحة الجنة نفسك. وأضافت أمي والبهجة تعمرها وهي تنظر إلى السماء، يا إلهي، يا من يسمعني من أعلى السماوات، انشر كنوزك التي لا تنضب يا سيد كل الكنوز على هذه المرأة الطيبة، فلتكن مهابة كما تستحق في هذا العالم، ولتنعم بجودك في الآخر، فلتتوج حياتها بأداء فريضة الحج في الأماكن العزيزة علينا، لنا نحن عبادك الذين هديتنا إلى الحق بوساطة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام، آمين يا رب العالمين. أجابت النساء في وقت واحد، آمين. خلال هذه المراسيم كنت قد نهضت ولبست جلبابي، كانت أذناي تطنان قليلا، لكن لم أكن أشعر بتاتا بتعب أكثر من المألوف. كانت فكرة البقاء في المنزل طوال اليوم بعيدا عن الفقيه وعن عصا السفرجل تجعلني سعيدا للغاية. كان يوم أربعاء، كان اليوم التالي يوم عطلة في العادة، وفي يوم الجمعة كان الكتاب لا يفتح إلا بعد صلاة الجمعة. كان لدي يومان ونصف، يومان ونصف لأعيش كالأمير. ساعدتني أمي لأتوضأ وانشغلت بإشعال النار في الركن الذي كانت تستعمله كمطبخ. كان المنزل كله يدوي بصوت المنافيخ، كانت الشمس ساطعة، وضعت الطاولة عما قريب،
كان هناك بيض مقلي بزيت الزيتون وخبز طازج. بدأنا نأكل. علان زوج فاطمة بزوية حرفته البسنة صاح في مدخل المنزل: ألا يوجد أحد؟ هل أستطيع الدخول؟ أجابت رحمة: لا يوجد أحد، أدخل. دوى صوت خطواته في الدرج. كنا ننتهي من الأكل عندما دخلت زوجته غرفتنا. كانت تحمل طبقا به فطيرة سفنج كنت أحبه كثيرا. نهضت أمي لتستقبل الزائرة بوجه منزعج وفم مقروس. بدأت التعابير التي يتطلبها الاحترام في مثل هذه المناسبات: فاطمة، لماذا أزعجت نفسك؟ لا أستطيع أن أقبل، لدينا والحمد لله ما يشبعنا بشكل كاف. فطيرتان؟ هذا كثير جدا، بالله عليك لا أستطيع أن أقبل. حاولت جارتنا أن تربح هذه المقاومة. أمسكت بيد أمي واعترضت بحرارة: لا تستطيعين أن تخجليني هكذا، أعطيها لسيدي محمد فليعطيه الله الصحة. لا تستطيعين الرفض، إن هذا شيء بسيط. أخيرا شكرتها أمي: فليغمرك الله بأفضاله وليرزقك من أطعمة الجنة التي يخصصها للمختارين خاصته. سيفتح الله لنا جميع أبواب كنوزه. ذهبت فاطمة لتلتحق بزوجها ودفأت أمي الصحن إلى جانبي بكلتا الفطيرتين. قالت لي: كلها، أنت الذي تحبها، لا تحتمل معدتي الفطائر. تلذذت. طرق أحد متعلمي أبي الذي كان الجميع ينادونه بإدريس الفظ باب الدخول، طلب قفة ليقوم بالتسوق لنا. أوصته أمي بصوت مرتفع أن يختار لحما ليس فيه الكثير من العظام وفولا أخضر لينا. كانت وضعية أبي مزدهرة جدا، كنا نستطيع تناول اللحم من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع. أبي من أصل جبلي مثل أمي. بعد تركه لقريته التي تقع على بعد 50 كيلومترا من المدينة الكبيرة، عانى في البداية من صعوبات في كسب رزقه هو وزوجته الشابة. في بلاده كان الناس نهابين وفلاحين. في فاس كان لابد من القيام بصناعة حضارية أو إنشاء تجارة صغيرة. في عائلتنا لطالما اعتبر البيع والشراء من أحقر الأعمال. كان أبي يتذكر بأنه كان يعمل كحائك للأغطية في فترة من شبابه داخل ورشة لأحد أخواله. كان يقوم بعمله بشرف، يحسن إنتاجه من يوم لآخر. عما قريب انتشرت صناعته بشكل جيد وتمتعت الأسرة ببعض الرفاهية. كان هناك عامل قديم يمارس نفس المهنة مع أبي. كان إدريس الفظ يلف البكارات ويقوم بالتسوق. كان إدريس يأتي مرتين إلى المنزل في الصباح لشراء المخزون وفي منتصف النهار ليحضر غداء رئيسه. كان أبي يأكل في الورشة. كان لا يعود حتى المساء بعد صلاة العشاء باستثناء يوم الجمعة. كان يبقى أبي في العمل حتى قرابة الظهر. كان يدفع لموظفيه، يذهب إلى المسجد ليؤدي صلاة الجمعة ونتغدى كعائلة. عاد إدريس وهو يحمل سلته الثقيلة. قامت أمي بالجرد. لم يكن الفظ قد نسي شيئا. كان للحم مظهر جيد، وكانت خضرة قشور الفول تسيل لعابنا بكثرة. كانت القفة تحتوي كذلك على ثوم بقدونس وكمية من رزم البهارات. كان لدينا زيت فحم ودقيق للشهر كله. عندما كانت أمي تتكلم عن عين الحساد كانت تفكر في هذه الثروات حتما. كانت الجارات أقل حظا تغرن منا قليلا، لم تكن تتجاهلن أي تفصيل من حياتنا المنزلية. كانت أمي بدورها تعرف صعوبات الجميع، الحالة المادية لكل أسرة، الديون التي كانت تأخذها، مصاريفها اليومية ومستواها الاعتيادي. تم إفراغ الفول في سلة كبيرة من الحلفاء على شكل طبق. قالت لي أمي ستساعدني على تقشيرها. وافقت وشرعت في العمل فورا، مللت من هذا العمل سريعا. ذهبت لألقي نظرة على غرفة مزيوية كانت تفتل الكسكس. في إحدى الزوايا كانت هناك كومة من الخضر، لفت، جزر، يقطين وبصل. كانت جارتنا تحبني كثيرا. توقفت للحظة عن فتل الكسكس وطفقت تبحث في سلة. مدت لي بابتسامة عريضة فجلة حمراء كالياقوت طولها شبر. ابتسمت لها لأشكرها وغرزت أسناني في الجسم الوردي لهذه الوجبة. كان طعمها قوي لدرجة أن دموعي خرجت من عيناي. لم أقل شيئا، رحلت متراجعا إلى الخلف. صعدت الدرجات التي تؤدي إلى السطح ورميت الفجلة الجميلة من فوق الجدار الذي كان يفصلنا عن المنزل الآخر.
كانت الشمس مشرقة وحارة. كان هناك قط أبيض وأسود يرتاح على الحائط ويراقب حركاتي بعينيه النصف مغلقتين. لم أقترب منه. لقد علمتني ضربة مخالب القط المقيم في سيدي علي بوغالب أن أحساس من القطط التي تخرخر تحت أشعة الشمس. كانت أمي قد بدأت تقلق من غيابي. نادت علي بصوت مرتفع. توجهت للدرج لأنزل ثانية. كان هناك شخص يصعد الدرج بأقدام حافية. كانت الخطوات المتراخية وخشخشة الثياب تقترب. ظهرت رحمة. لم تعد أمي تحدثها منذ شجارهما. كانت المرأتان تتجنبان اللقاء. أما أنا فكنت لا أعلم إن كان يجب أن أبتسم لها أو أهرب. تراجعت للحائط وتركت الأحداث تتخذ القرار بدلا مني. بوصولها إلى ارتفاعي توقفت رحمة. داعبت خدي ودست شيئا ما في يدي. كان شيئا ناعما وباردا، لكن ملمسه أغرقني في حمام من السرور. همست لي جارتنا: هذا من أجلك. لم أرد بشيء وجريت لألتحق بأمي التي كان صبرها ينفذ. كان الشيء لا يزال في باطن يدي وكان يطلق برود سماء العين. جالسا في ركن من الغرفة تجرأت أخيرا على رؤيته. لقد كان حجرا كريما من الزجاج المتعدد الأوجه مرصعا بالماس. حلية مذهلة وبربرية قادمة بدون شك من بعض القصور الموجودة تحت الأرض والتي تسكن فيها قوى الخفاء. هل كان رسالة من هذه الممالك البعيدة؟ هل كان تعويذة؟ هل كان حجرا ملعونا أعطي إلي من طرف عدوتنا ليثير علينا غضب الشياطين، ليجلب لي غضب جميع شياطين الأرض؟ كنت أمسك في يدي شيئا ذا قيمة لا توصف، سيكون له مكان في علبة العجائب خاصتي وسأطلع على كل خواصه. وجدتني أمي في زاويتي، ألقت علي نظرة خاطفة وقالت: قطعة زجاج أخرى، احذر من أن تؤذي نفسك.